في كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان الفرقة الرابعة السنة دي، عندي 21 سنة. نزلت محل السمك بعد ما والدي ما تاب، والحمد لله مكملين اهو، داخلين على سنة مكملة في المحل. مفيش حاجة مرهقة أكتر من التعامل مع الناس. فالوقف قدام الشواية دي كأنك واقف قدام جهنم حرفيا. نزلت المحل لأنه كان آخر أمل لينا في الصرف والكلام ده، وكان مصدر رزقنا الوحيد، وكان في تحدي كبير قوي إن بنت تكون موجودة في المكان دوت وإن هي تتقبل، فأنا عجبني التحدي. مفيش حاجة اسمها شغلنا للراجل وشغلنا للست، علميا وعمليا الست بتقدر تستحمل حاجات الراجل ما بيقدرش يستحمل، فما ينفعش نقول الشغلانة دي رجالية والشغلانة دي نسائية. الشغل مش عيب، مش معنى مثلا ان حد بيشتغل في السمك او بيبيع جرجير او بيعمل اي حاجة في الدنيا بياكل بيها لقمة عيش حلال تبقى دي حاجة حرام او حاجة غلط، لان هو ما بيعملش حاجة غلط ولا حاجة عيب. كل واحد ليه شخصية جوه الشغل وبره الشغل. اتلسعت من تجار كتير الاول كانوا بينزلوا لي هنا، بعد كده ربنا كرمني بناس محترمة جدا من سوق العبور قدروني وعرفوا ان هم بيتعاملوا مع فتاة كويسة او بنت جامعية، فكان تقديرهم ليا شيء كويس. في وسط الرجالة، عارف لما يبقى عندك 6-7 أطفال صغيرين بيتنططوا حواليك في كل مكان ومش عارف تتعامل معهم؟ نفس النظام بالظبط، هو نفس التعامل مع الرجالة في الشغل. لازم تتمم على كل حاجة، ما ينفعش ما بقاش موجودة. فهم بالنسبة لي يعني مش قصدي إني أقلل منهم، بس هم بيبقوا زي الأطفال في الشغل، لازم حد يرجعوا له في الآخر، لازم الحاجة تبقى مظبوطة بالملي. يعني احنا بنتابع هنا، انا بتابع معاهم كل حاجه مع الشباب وكده، من اول ما السمك بيجي الصبح في العربيه، السمك بيجي لي من سوق العبور استاذه هاني طلعت، كل يوم لما يجي السمك لازم ابص على السمك وهو نازل، لازم نبدا نشوف الفرش ايه اللي هيترص ايه اللي مش هيترص، ايه هينفع النهارده ايه مش هينفع. كذلك تتابع الاوردرات، لو انا مش شغاله على الشوايه او القلايه لازم اكون متابعه الاوردر وهو خارج منظره عامل ازاي، اوردر كويس اوردر وحش، اوردر مستوي كويس اوردر مستوي زياده، كل الكلام ده كله لازم اتابعه لحد ما يبقى عند الزبون. الناس الاول كانت شايفه اني حاجه غريبه، بعد كده بداوا يتعودوا على وجودي، بعد كده اتصاحبنا بقى احنا وناس كتير وبقيت حاجه اساسيه في اليوم. مهما عملت ومهما وصلت بحس ان لسه في كتير، لسه في تاني، لسه في اكتر من كده هوصله، لسه اكتر من كده هقدر اعمله. ده اللي انا بحس بيه، ببقى نازله لمجرد ان اليوم دوت يوم في مشوار طويل انا هوصل في الاخر ليه لحاجه عظيمه، لان بالنسبه لي انا لسه ما وصلتش لهدف صح. هدفي ان انا اكون براند، يبقى عندي سلسله مطاعم لحد ما تتوسع للدول العربيه، ابقى براند زي كل البراندات اللي احنا بنروح ناكل فيها اللي هي بتبقى مشهوره جدا. انا هدفي ان ده يبقى في السمك، وهتبقى اول حد عملت الموضوع ده في السمك. انا بتمرن كيك بوكسينج ليه؟ علشان انا بقدر يعني بيخليني اخرج الطاقه النيجاتيف انرجي اللي عندي او الطاقه السلبيه اللي عندي، بيخليني اقدر ان انا ادافع عن نفسي بحيث ان انا قاعده في الشارع لو اي حد حاول يتعرض لي اقدر اخد حقي. بس فهي بالنسبه لي مش رياضه عنيفه قد ما هي استمتاع. بعد تعب اليوم كله بنسى كل دوت، بسيب بقى كل المشاكل كل المحل كل الحاجات ديت وبنساها وانا رايحه التمرين. التمرين حاجه بتخليني اقلع تغريد بتاعت المحل، تغريد داخله التمرين دلوقتي كفايتر بس، فدي حاجه بتخليني اقدر ان انا اكمل. من احسن الحاجات الايجابيه اللي بعملها في حياتي هو التمرين. كوزلوك وساتور وجلافزات، حاجه الثلاثه متجمعين في تغريد. كوزلوك بلبسه علشان يحمي رجلي من الميه والزفاره والكلام دوت، ساتور علشان انضف بيه السمك، الجلافزات حاجه بتفوق روحي وتخليني ارجع لحيويتي في التمرين. المشاكل اللي انا تعرضت ليها من ساعه ما جيت المحل هنا، السبب الاول والاخير بالنسبه لي ان انا هو بنت، وان انا ماليش ظهر، وان انا ما عنديش حد يدافع عني، وان انا ما عنديش حد يجيب لي حقي، وان هي حتى لو حاولت تجيب حقها اخرها تتبهدل قد ايه مثلا في الاقسام او 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 وهترجع تستسلم، لانها في الاول وفي الاخر بنت. انا محتاجه حد يحميني لان الفتره دي انا بتعرض لضغوط خارجيه تعتبر شبه بلطجه، وانا مش قادره اخد حقي ومش عارفه اخد لا حق ولا باطل، ومحتاجه ان انا اوصل لاي حد يقدر ياخد لي حقي من الناس دي، على الاقل ان انا ابقى حاسه ان انا في امان
لان الاحساس ده تقريبا انا فقدته من ساعه ما نزلت، لان اي حاجه انا في الشارع، انا في الشارع ولوحدي ومن غير ده. انزل وحاول وافشل، هيجي يوم وهتنجح، محدش بينجح من اول يوم. عديت بسقطات كتير جدا، عديت بحاجات كتير جدا، لازم انت لو مش هتعدي بيها دلوقتي هتعدي بيها امتى؟ احنا شباب جيل متدلع، جيل متدلع جدا، لا رفاهيه الحاجات لحد ما اعتبرها ان هي حقوقه. لازم تنزل وتبدا تشوف الناس عايشه ازاي وتحس بيها وتتعب على الحاجه اللي انت عايزها. مفيش حاجه هتجيلك على طبق من فضه وانت قاعد.